قصدٍ مباراة اليوم. إذن يبدأ الشوط الأول. النتيجة الحالية 1-0. اعتراض تأني في بناء الهجمة. فرصة خطيرة. تبادل الكرة بحثا عن التعادل. جول في سجن التعادل. النتيجة الحالية تعادل. النتيجة الحالية 3-2. بناء جيد للهجمة. اعتراض ناجح. وين صوت جمهور دبي؟ حماس، تشجيع والعامل. 1-1. التعادل يأتي 3-3. النتيجة تعادل بثلاث أهداف لكل فريق. دقيقتين ثانية على نهاية الشوط الأول. تبادل الكرة بحثا عن ثغرة. نعود مجدداً إلى المباراة.